سيداتي آنساتي سادتي، مساء الخير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عالم الاستعراض. تسمحوا لي قبل ما نتكلم عن أي حاجة، أنا بعد إذنكم هتفلسف شوية، هتكلم عن موضوع كبير قوي. موضوع النهاردة عن الحياة. إيه معنى الحياة؟ شفتوا بقى إيه معنى الحياة؟ ها؟ ها؟ بتقول إيه؟ لا أقول لك أنا بقى، الحياة عبارة عن إيه؟ إيه يعني واحد يتولد ويكبر وبعدين يتجوز ويخلف، يخلف عيال طبعا، وبعدين يموت، وبعدين الواد يكبر ويتجوز ويخلف عيال وبعدين يموت، وبعدين الواد يكبر ويتجوز ويخلف عيال وبعدين يموت، وهكذا. شفتوا بقى؟ يووو، ده موضوع كبير قوي قوي مش هنخلص منه، لكن في النهاية مش هنوصل لحل دلوقتي. لا، انا عايز اقول ان الحياة حلوة وجميلة وتستحق ان الواحد يعيشها،